حكم من ترك صلاة الجمعة أكثر من سنة بحجة النوم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته ثلاث جمع من غير ما عذر فقد نافق. ثلاث جمع فما بالك سنة كاملة حجة النوم؟ شو الكلام هذا؟ كلام فاضي هذا، هذا كلام فاضي. حجة النوم زين، كم طافه من الدوام حجة النوم؟ ما يطوفه. ليش؟ ان يخصمون عليه يفصلونه من العمل، ما يطوفه. لكن صلاة الجمعة الطوفة، هذا عذر بايخ صراحة. وصلاة الله يهديه ويهدينا.